السلام عليكم. تطورات جديدة في قضية اعتداء لاعب الأهلي حسين الشحات على اللاعب المغربي محمد الشيبي. في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل، لكن قبل ذلك إذا كنت مازال ما مشتركش في القناة اشترك، فعل زر الجرس باش يوصلكم أي جديد لحظة تنشره على القناة. وما نطولش عليكم، ندوزو لتفاصيل الخبر. في إطار التطورات الجديدة في قضية اللاعب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي في ثاني جلسات ديالو المحاكمة ديالو أمام محكمة جنح بمدينة نصر اليوم الخميس 9 ماي 2024 بشأن الصفعة ديالو ديال المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز المصري في المباراة اللي جمعت الفريقين في الموسم الماضي. وأفادت عدة مصادر إعلامية مصرية أن محامي حسين الشحات تقدم خلال الجلسة اللي غاب عليها اللاعب حسين الشحات اليوم بعدة طلبات لهيئة المحكمة، مما قد يساعد في براءة الموكل ديالو، إذ طلب تأجيل القضية لمدة 3 شهور من أجل رفعها إلى المحكمة الدستورية. كما طلب محامي نادي الأهلي المصري وديال اللاعب حسين الشحات حضور كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات للإدلاء بشهادتهم في هذه القضية. وينتظر مسؤول اتحاد كرة القدم المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فيما كيخص أزمة ثنائي الأهلي وبيراميدز حسين الشحات ومحمد الشيبي. وأرسل اتحاد كرة القدم المصري في وقت سابق خطابا للاستفسار عن الحالات اللي يمكن فيها لأي عنصر من عناصر كرة القدم اللجوء فيها إلى المحاكم المدنية. وأوضح اتحاد الكرة أن الهدف الأساسي للخطاب المرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم هو تحسين قرارات لجنة الانضباط في حق طرفي المشكلة عقب صدورها منعا للطعن. وكينتظر مسؤول الاتحاد المصري قرارا من الفيفا إما أحقية محمد الشيبي في اللجوء للمحاكم المدنية، وبالتالي من حق الأهلي المصري اللجوء للاتحاد الدولي من أجل الاستفسار عن الأمر بشكل كامل، أو عدم أحقية محمد الشيبي باللجوء للمحاكم المدنية، وبالتالي أيضا من حقه اللجوء للاتحاد الدولي. وكان النادي الأهلي أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن التحقيقات التي أجريت مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي. وكينتظر مسؤول الاتحاد كرة القدم المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيما يخص أزمة ثنائي الأهلي المصري ونادي بيراميدز محمد الشحات وحسين الشحات ومحمد الشيبي. كان هذا كل ما لدينا في الفيديو، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، فاللي ما اشتركش في القناة يشترك يفعل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد لحظة نشره على القناة، وكذلك تشجيعا لنا لنواصل في تقديم الأفضل ونقدم الأخبار العاجلة في حينها إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، إلى فيديو قادم.